أشلاء ممزقة ومنازل مهدمة، مفقودون تحت الأنقاض وجثث ملقاة في الشوارع، مشاهد لمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهية شمال قطاع غزة. مع ساعات الصباح الأولى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دموية في بيت لاهية، استهدف فيها بناية سكنية يقطنها العشرات من الآمنين، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء. شهود عيان أكدوا أن البناية التي استهدفتها آلة الحرب الإسرائيلية لم يكن بها عناصر مقاومة أو مطلوبون من قبل الاحتلال، بل كان يقطنها الآمنون والنازحون بعد أن ضاقت بهم سبل العيش جراء العدوان المستمر عليهم منذ أكثر من عام. ولا يزال العشرات من ضحايا مجزرة بيت لاهية الجديدة تحت الأنقاض، حيث تتواصل المناشدات للمساعدة في البحث عن ناجين أو انتشال جثامين الشهداء في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم، وقيام المواطنين بدور عملية الانتشال مستخدمين جهودهم الذاتية في ذلك. مجزرة الاحتلال في بيت لاهية تزامنت مع تطبيق الاحتلال لما يعرف بخطة الجنرالات، التي يسعى من خلالها لتفريغ شمال قطاع غزة من السكان ودفعهم نحو الجنوب بهدف إقامة منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه. دموية الاحتلال وتعطشه الدائم للقتل دفعته إلى استهداف المدنيين في ديارهم، ضاربا بكافة القوانين الإنسانية والدولية التي تكفل حماية المدنيين العزل عرض الحائط.